القسم البلدي في حي الأسرى والمفقودين بكركوك، حملة تنظيف وإعادة تأهيل لعدد من الشوارع وفرشها بالحصى الخابط. وأشاد أهالي حي الأسرى والمفقودين في تصريحات لمراسل فضائية كركوك بالحملة لما لها من أثر كبير في إضفاء جمالية على منطقتهم، مثمنين جهود القائمين على الحملة. فارس الماجد معه التفاصيل. نفذت لجنة تنظيمات الحي العسكري للاتحاد الوطني الكردستاني وبالتعاون مع القطاع البلدي الخامس حملة تعديل وتنظيف عدد من الشوارع في مناطق الأسرى والمفقودين خدمة لطلبة المدارس وأهالي المنطقة. والله مبادرة كلش جيدة ورائعة، ويا ريت نلقي من كل الجهات المساندة هيك عمل. المنطقة منطقة كلش متضررة، يعني بصورة احنا حطيناها بالخطه مال 2014 بس تدر اجراءات الخطه والموازنه، فمن الشهر الثامن التاسع يلا تجي. بس المنطقه حاليا بها طلاب، بها سابله، بها سكن، عدد سكن كان قبل يعني قبل سنتين كان 70%، هسه نسبه السكن 100%. يعني هسه لو حضرتك تتجول بالمنطقه تشوف عدد القطع الفارغه كلش معدود. حاليا احنا تجولنا بها وشفناها منطقه تحتاج لهاي المنصة. الاخوان بادره ويانا، احنا دائما عندنا زيارات من قبل الكل، نستقبل جميع الاطراف، اذا من المحافظه، المجلس، احزاب، ياهل يجي يقدم لنا مبادره حلوه. احنا جهزنا ب 16,000 متر مكعب حصى خابط، بس عندنا مشكله قله الاليات، تعرف يعني ترتيب المنطقه واسعه، فاحنا سعدنا حملتين بنفس الوقت، حمله مسانده من جهه جماعه الاتحاد الوطني بمنطقه 514، وعندنا حمله على البلديه. أشاد أهالي حي الأسرى والمفقودين بجهود إدارة المحافظة والمبادرة التي قدمتها لجنة تنظيمات الحي العسكري للاتحاد الوطني الكردستاني في المنطقة من أعمال تنظيف وتحديل الشوارع. بشكل عام يعني كمواطن، والله بالدرجة الأولى نشكر السيد المحافظ على إعماره في هذه المحافظة. بالفعل كانت منطقة تعبانة وشهدت إعمار يعني مو طبيعي، وقاموا بكل المنجزات اللي تخص المجتمع، قدموا لنا خدمة بتبليط هذا الشارع وتنظيفه بشكل مستمر وتعاون ملحوظ، ونشكرهم احنا على هذا التعاون، لأن المنطقة كانت قبل سنوات كان الأعداد قليلة ومنطقة مهبولة بالكامل، يعني كنا بالشتاء ما نقدر نطلع من تكرمون الطين والماء والمجاري الوسخة. فالحمد لله هسه الوضع أحسن وخير بالنسبة للجماعة، نشكرهم على خدمتهم لهذه المنطقة حي الأسرة. نشكرهم هواية لهذه الخدمات اللي جابوا لنا وتبرعوا به. طبعا خلصوا الناس من الصيانات والطصات الموجودة بالفروع الموجودة عندنا، طبعا احنا متبذلين من وراء هاي الصيانات، وهم ساعدونا ونشكرهم هواية هواية. طبعا القطاع الخامس البلدية مالنا متعاونين ورتبوا لنا المنطقة وطلعونا، ونشكر كوميتا 10 وملبند 2 كركوك، نشكرهم هواية هواية. روح التعاون والتمثيل الحقيقي لكل قوميات كركوك المتآخية دفعت بكوادر لجنة تنظيمات الحي العسكري للاتحاد الوطني الكردستاني بتقديم الخدمات لأهالي منطقة الأسرى والمفقودين بغية رفع المعاناة عنهم وعن أبنائهم الطلبة. فارس الماجد، فضائية كركوك. أعلن مدير مؤسسة السجناء السياسيين في كركوك عن استحصال الموافقات الرسمية من مديرية بلدية كركوك